شيماء، علاش في نظرك واحد الفئة كبيرة من الناس كتوصف الأعمال الرمضانية في تعليقات ديالها سيغتو في لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، بالحامضة، كيقولوا عليها حامضة، لا المحتوى ديالها ماشي هو هذاك، ناقص، وحنا قهرتونا، وهذا وهذا وهذا، دونك علاش في نظرك؟ صراحه انا صراحه بحكم واخا انا ساكنه خارج ارض الوطن وكذا، ضروري كيجيني داك الحنين ديال انا نبغي نعرف شنو كاين في بلادي، شنو كيقولوا على بلادي، شنو كيقولوا على البرامج ديال بلادي. انا كنتبع شي حاجه في لي ريزو سوسيو، سورتو الهضره ديال الناس، لي كومونتير، لي بوست. فنقدر نقول لك بلي المغاربه كنولفوا برامج في المستوى. شفتوا دوك المسلسلات القدام ولا لي سيتكوم القدام ولا اي حاجه قديمه، فاش كدير كومباريزون ما بين شي حاجه قديمه مثلا مع دابا، كتلقى باللي كان واحد المستوى اللي هو كبير. كانوا الناس كيتفرجوا في سيتكوم، الا سمعتي سيتكوم كتلقى ان سيتكوم بعقلو، كتلقى كيضحك، كتلقى ان الناس كتبقى ضروري راسخه شي 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 تاعي ولا شي عباره ولا من هذاك لو سيتكوم كيبقى دائما تيعاودها، تيبقى دائما يضحك بها كما مع صحابو. فكنظن بلي هاد العام او الاعوام هاد الثلاث سنين الاخيره اللي مضات، فكنشوفو كاين واحد شويه شغنقول لك المستوى بدا كيهبط شويه. شفتو كيف قلت لك بلي المغاربه كانوا ولفوا واحد المستوى عالي، فدابا ما بقاش. انا صراحه شخصيا فاش كنبغي نفطر باغ اكزومبل كنشد شي حاجه قديمه، العوني، الربيب، والله ما شي حاجه اللي كبرنا معاها حنا. فوالا دابا جالسه كنشوف فرانشمون كاين اون غران ديفيرونس ما بين البرامج اللي كنا كنشوفهم قبل والبرامج دابا. رومانو برطال، والله لقيت راسي فاش كنبغي نفطر مع انا اصلا ما ساكناش في المغرب، كنبغي نتفرج شي حاجه ديال المغرب. هاد العام ما جانيش شي حاجه زوينه اللي نقدر نتفرج فيها، شفتو كاين عندي كان شغل عاوتاني ما كنقدرش نتفرج اصلا، فكنحاول نجبد شي حاجه قديمه نتفرج فيها. كنقول فرانشمون سي فري كو كان انيفو واعر، وكنا كنبغيو نتفرجوا، كنبغيو غير فوقاش يوصل المغرب باش نتفرجوا في هذاك البرنامج ولا في هذاك لو سيتكم. ما كنبغيش نوصل النيفو نزل شي شويه. كنتمنى ان الناس المسؤولين على هادشي يداركوا الموقف ويحاولوا يرجعوا للمستوى اللي تعودوا عليه المغاربه واللي كانوا كيشوفوا قبل. داكوغ شيماء، شكرا لك بزاف. جهاد، واش عندك لو ميم افي كو شيماء؟ واش كتشوفي تنتي بلي المستوى ديال الاعمال الرمضانيه نزل وما بقاش كيف ما كان، كيف ما كنا كنشوفوا فاش كنا حنا صغار؟ هو كنقول ربما ان هذه الملاحظه يعني فقط ربما حيت كيبقى لينا واحد الحنين مع الاعمال القديمه. كنظن الا دوينا على هذا الشيء عاوتاني في 2030 غادي نلقاو نفس الحنين لهذه الاعمال اللي كاينه دابا. انا هكذا كنشوفها ممكن، ولكن هذا ما كيعنيش انه زعما ما كاينين زعما اعمال اللي في المستوى، غير هو كيف دوات شيماء على لي سيتكوم. ربما لي سيتكوم كاينه هذه الملاحظه ديال كاين فرق كبير بين لي سيتكوم اللي كانوا شحال هادي وبين لي سيتكوم اللي كاينين دابا. والا جينا ربما نفسروا هذا الشيء غادي نشوفوا ان مثلا لي سيتكوم اللي كيدوز دابا على القناه الثانيه اللي هو عندي زعما التفاصيل ديالو، انه يعني في لو كونفينمون هما مازال كيصوروا، فربما داك الضيق ديال الوقت ما كيخليش يعني المسؤولين ان اولا يعني المخرج او الممثلين انه يكون عندهم وقت الكافي للابداع باش يضحكوا المواطن المغربي.